السلام عليكم إخواني، أهلا بكم. اليوم نعرف إن شاء الله بتخصص مهم جدا في الجامعة الجزائرية، تخصص يعني يطلبوه كثيرا أصحاب المعدلات يعني العليا في البكالوريا، هو تخصص كيمياء ومحروقات. كيمياء ومحروقات المعروف باسم البتروشيمي، ولكن في الحق هو اسمه هيدروكربور. يعني هيدروكربور هو يعني المصطلح الفرنسي المعادل لتخصص كيمياء ومحروقات في الجزائر، وليس البتروشيمي، لأن البتروشيمي هو تخصص في الهيدروكربور. التخصص هذا كما تعرفوا أنه يعني مطلوب بكثرة، يعني السبب الرئيسي أنه يعني العمل في المجال تاعه بعد التخرج يعني يكون بمرتبات يعني عالية جدا في الشركات البترولية، لذلك طلبة يقبلوا عليه كل عام بلهفة ويتنافسوا عليه. لكن هذا أدى إلى ارتفاع معدلات القبول، يعني في التخصص هذا طبيعة الحال فقط للشعب العلمية والتقنية، والأولوية هنا لشعبة الرياضيات ثم التقني الرياضي ثم علوم تجريبية. يعني بالنسبة للرياضيات وما التكنيك لازم يكون عندك على الأقل في البكالوريا 14.5، 14.5 في الباك. أما علوم تجريبية عندك على الأقل 15. لماذا؟ لأنه هذه الشعبة فيها دراسة الرياضيات والأقيسة والمواد، تتطلب أي نوع من الحسابات، ليس مثل الطب اللي في بيولوجيا وفي كذا، فهمنا؟ حسابات، أقيسة، تمطير، كذا، المواد وغيرها. إذا أولوية كما قلنا للتقني الرياضي، رياضية ثم التقني الرياضي ثم علم جيبية. نظام الال ام دي، دراسة المحروقات في الجزائر سواء في مرداس أو في غرلا يخضع نظام الال ام دي. يعني عندك 3 سنين ليسانس، لما تكملهم تفوت العامين الماستر، لما تكملهم مسابقة دكتوراه وتقرأ 3 سنين أو أكثر دكتوراه. الدراسة يعني في عمومها باللغة الفرنسية، ولكن نقول فقط ملاحظة أن اللغة الإنجليزية يعني مطلوبة جدا في هذا التخصص. يعني إنسان ما يعرفش الإنجليزية راح يعاني، لأن مصطلحات المحروقات هذه والحفر والإنتاج كلها بالإنجليزية. حتى لو تقرأ في جامعة فرنسية في الجامعة الجزائرية، لما تروح للتيرا يعني تروح أبار النفط ومعامل البترول تلقى كل شيء بالإنجليزية، ما عدا الإدارة في فرنسا فقط. إذن احذر إنجليزية ثم إنجليزية. فيها نظام كالعادة تيدي وكور، حضرات ويعني عمل موجهة. وكما قلنا عندنا هناك جامعتين، الجامعة القديمة بومرداس، يعني تخصص المحروقات كاين في جامعة بومرداس، وكاين يعني أصبح متاح مؤخرا السنوات الماضية في جامعة ورقلة. الفرق بينهم مش هو، دونك نشوف الفرق بين بومرداس وورقلة. أولا بومرداس أقدم، يعني جامعة عريقة فيها التخصص، جامعة ورقلة حديثة في هذا التخصص نوعا ما، ولكن لما نقارن بين البراتيك والنظري نلقوا انه جامعة بومرداس يعني متميزة في يعني ناحية نظرية ليكور الشرح تيديات كذا عملنا، ولكن الناحية التطبيقية ورلا أفضل بحكم تواجد يعني ورلا أو جامعة ورلا قرب يعني حوالي ما يزيد عن 300 شركة بترولية. يعني في مرداس تقرأ التخصص نظريا برك، لكن في ورلا راك تقرأ وراك راح تمارس، راك في حاسي مسعود في الصحراء عين أميناس كل شيء حداك، فهمنا؟ في بومرداس دبلوم اكاديمي يعني تعليمي علمي هكذا علمي، اما في ورلا دبلوم مهني، يعني المتخرج من ورلا مؤهل باش يهبط للتيران ويخدم رايح، يعني انسان راهو قرا مع التطبيق في الشركات. ودوكا في الوقت الحالي الحمد لله سواء كان دبلوم اكاديمي من بومرداس ولا من ورقلة مهني يعني تقدر تكمل دراسة عليا، لأنه قبل كانت الأكاديمية ما كملتش دراسة عليا دكتوراه، لكن في السنوات الأخيرة أصبح متاح للطلبة سواء بدبلوم أكاديمي في بومرداس أو دبلوم مهني في
ولا انهم يكملوا الدكتوراه. ها، كذلك فرق اخر مهم جدا، المحروقات في جامعة مرداس تبدا بجد مشترك يدوم سنه ونصف تقرا مهمات الاستي تكنو. مرداس تقرا عام ونصف جد مشترك ثم تكمل عام ونصف اخر تخصص ما تدي الليسونس. اما في فرلا جد مشترك فقط هو عام واحد، فقط سنه واحده ترونكوما ثم تخصص في السنه الثانيه. كل عام فيه سداسيين، سداسيين يعني في الليسونس عندك ست سداسيات، في بومرداس في الليسونس عندك ست سداسيات، ثلاثة جد مشترك وثلاثة تخصص. في ورقلة في الليسونس تروازون عندك ست سداسيات، عندك زوز جد مشترك وأربعة تخصص. في الماستر كالعادة ربع سداسيات، والدكتوراه بعد مسابقة يعني رك انت وقفاستك. جد مشترك هذا فيه تسع مواد، كل سماستر فيه تسع مواد، تقرأ سماستر الأول تسع مواد والثاني تسع مواد، إذا كان الثالث كذلك فيه مواد أخرى منها مثلا تقرأ في ترونكوما تقرأ كيمياء الفيزياء الرياضيات تقرأ منهجية تقرأ أمس تي أش تقرا كيمياء تيبي تطبيق كيمياء تقراها فيزياء تيبي تقرا كذلك تيبي اعلام الي انجليزيه تقنيه فرنسيه كذلك لغه فرنسيه. ثم بعد جد مشترك تخصص تتخصص. الان بالنسبه للمرداس فيها 13 تخصص بعد العام ونص، فيها ميكانيك الورشات، فيها البتروليه، ميكانيك الوحدات البتروليه، فيها نقل المحروقات، فيها انتاج نفط والغاز، فيها حفر ابار نفط والغاز، فيها الموارد المعدنيه والطاقويه، فيها كهرباء صناعيه كذلك، تحكم الي اوتوماتيزم، فيها هندسه الطرائق، فيها اقتصاد البترول، فيها جيوفيزياء، يعني هذه كل تخصصات متاحه في جامعه مرداس. بالنسبه لورلا لانها يعني ورلا موجهه للبراتيك مباشره، فيها فقط أربع تخصصات وهم طاقات إنرجي تنقيب فراج إنتاج برودكسيون تصفية. لكن ما تعرفوا أن أفضل تخصصات من ناحية المدخول المادي هي تنقيب وإنتاج، يعني فراج برودكسيون، هذه الشركات تطلبها بزاف حتى في الخليج حتى في أمريكا وفي كندا، يعني يسحقوا بكثرة يعني الحفار يعني الدريلر هذا تاع المنقب وكذلك المتخصص بالإنتاج، والرواتب تاعها عالية جدا. يعني هنا في الجزائر رواتب عالية ولكن في الخارج رواتب خيالية. ها، وخاصة نقولوا فقط ملاحظة انه يعني المهندس الجزائري متكون يعني تقرأ تبع الجامعة هذه، ولكن هناك حاجة أخرى نقول لكم عليها وهي انه الجامعات توفر لك كذلك دي فورماسيون، يعني مثلا يعني فورماسيون مثلا جامعات امريكيه والبريطانيه في الصحراء في الحاسي تقرا عندها مده معينه ست دبلوم مثلا وقايه صناعيه امن صناعي مثلا معلومات مش عارف يمكن الطبقات الارضيه، يعني كاين هناك دبلومات خارجيه دعم بها روحك، يعني خلاف يعني الدبلوم من جامعه جزائريه. وكل ما عندك يعني مؤهلات اكثر كل ما حضر اكثر فيه يكون المرتب تاعك افضل وافضل، ويكون عندك حظ افضل كذلك في التعامل مع الشركات الاجنبيه. الماستر لما تكمل يعني التوازن تاعك ليسونس ولا ليسونس تاعك في مدرسه ورلا كاين تخصص اخرى كذلك تكمل فيها، لكن في الغالب هذه اهم التخصصات. كما قلنا انه تنقيب وانتاج هي افضل تخصصات على الاطلاق عالميا، والمهندس الجزائري راه معروف عالميا، لان لما نقارنوا بين مثلا المهندس في الجزائر وفي الخليج، في الخليج يحفر متر يلقى البترول، ولكن في الجزائر المهندس يحفر مثلا 300 متر 400 متر 200 متر يتعلم من طبقات الغاز طبقات الصخريه جيوفيزياء الحساب، يعني يتكون في خلال عمليه تنقيب يتكون يعني براعه، بخلاف في الخليج احفر حفر البترول يجي طوش يجري. لذلك يعني الجزائري
يعني الإطار الجزائري هو معروف عالميا، هذه مفروغ منها هذه في أمريكا في كندا حتى في الخليج. الآن تخرجت، يعني الأهم كذلك يعني المزايا لهذا التخصص وهو التوظيف المباشر، لكن للأسف هذا كان في السابق. لماذا في السابق؟ لأنه في السابق كان مثلا في تعب مرداس كان معهد، يعني معهد خاص بالمحروقات، لكن لما تحول إلى كلية تابعة للجامعة يعني هذه المعاهدة ألغيت، لذلك لم يعد هنالك توظيف مباشر. تخرج تحوس على عمل، تبع السي في تاعك، تخدم السي في تاعك، تبع الشركات، يعني ان شاء الله يعني يكون عندك مليح وعند في الطاقه ولا تنقيب ولا تصفيه ولا غيرها، يعني باذن الله خدمه مضمونه، يعني قضيت وقت فقط، قضيت وقت برك، فهمنا. ولكن التوظيف مباشر، التوظيف مباشر الغي للاسف. في مرداس يعني نظام الدراسه يقولوا انه يعني الكترونيك امريكي ومحروقات سوفيتي، يعني هو عبارة عن خليط من نظامين، إلكترونيك ويعني المحروقات، قرافي مبرداس. كما قلنا أنه لما تخرج بالليسونس نتاعك تكمل ماستر عامين ودكتوراه إذا كان نجحت في الكونكور، أو كذلك عندك الحق أنك تلتحق بالمعهد الجزائري للبترول. هذا المعهد الجزائري للبترول هذا معهد نتاع سوناتراك، خاص بسوناتراك. سوناتراك تكون فيه يعني مهندسين خاصين بها، تفتح كونكور مسابقة، ها وضع معهد تبع وزارة الطاقة والمناجم، تفتح كل عام سوناتراك يعني حسب الطلب، كل عام لي بوست حسب الطلب، ممكن عام بزاف دي بوست، عام ما تحلش، المهم أغلبية يعني وقت يحلوا يعني دي بوست، تقرأ دير كونكور ثم مسابقة تلتحق به، ها يكون مهندسين وتقنيين، ها يعني يعني يخدموا على سوناتراك فقط، ها ولكن هنا في تنافس كثير مع جماعه الاس تي تكنوزن، لان حتى هما يعني متحلف انهم يلتحقوا بهذا المعهد، فهمنا. تقرا في عامين اذا كان نجحت، عامين وتخدم سوناتراك، يعني سوناتراك تعطيك فرصه الفورماسيون فيها تخصص عامين، ثم مباشره تدمج في شركه سوناتراك. أفق العمل في تخصص الهيدروكربور محروقات، يعني تخصص يعني ممتاز جدا واعد من الناحية المادية، ولكنه مرهق في العمل، يعني تخدم في الصحراء، البعد والسفر والتراجي والنظام الصحراوي، تعرفوا مثلا شهر بشهر، ثلاث أسابيع بأسبوعين، يعني خاصة يعني الذكور ممكن يسمى، لكن الإناث يتعب شوية. المهم أفق العمل هنا كاين شركات صحراوية تخدم في الشركات مع شركات بترولية وصحراوية، تخدم شركات في معامل تصفية البترول، مواد كيماوية، ها كيما أرزي وسيكدا، تخدم كذلك في مصانع كهرباء، يعني الطاقات المختلفة متعلقة بس بإنتاج الطاقة، تخيل البترول، تخيل البترول، مصانع كذلك الإسمنت، ها يعني كل تخصص هنا في اللي تخرج به أنت وين تروح له؟ معايا. المهم كما نكون عاد نأكد ونقول انه اللغه الانجليزيه مطلوبه جدا في الصحراء في الحاسم سعود، في الشركات البتروليه بصفه عامه وخاصه، ان الفرنسي في الاداره مطلوبه، ولكن الانجليزيه هي يعني لغه التعامل في الشركات هذه، لان اغلبيه مثلا المهندسين راهم متكونين مثلا مش نعرف نتعامل مع اجانب، ها سنطلق على شركات مع الاجانب كذلك، اغلبيه تحمل امريكان، لانه تكنولوجيا البترول والمحروقات عند الغربيين هي اغلبيه عند الامريكان. اذا خاوتي هذا هو فقط كل ما نقوله على تخصص المحروقات، وان شاء الله تكونوا استفدتم معنا. يعطيكم الصحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.